15/5/2012. معنا الناشط ابو معاذ على احدى الجبهات، وراح يحكي لنا شوي عن الجبهات والخروقات من قبل شبيحه الاسد. هلا اخي، نحن هلا هون على احدى الجبهات، الجبهه المقابلنا. هلا المقابلنا مركز امن وشبيحه، وعمال يسرقوا البيوت ويحرقوها. هلا برجيكم كيف عمال يسرقوا البيوت ويحرقوها ونازلين. هلا معنا احد العناصر هون من الجيش، راح يشرح لنا الوضع على ارض الميدان هون، وشو عم يصير الخروقات من جهه النظام، وشو يعني هلا شغلت المراقبين، شو شغلتهم هلا هني. بس الله يعافيك، شرحنا هيك الوضع. بس السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي هاي نحن هون على الجواز على شارع القيروان، عند بدايه شارع القيروان، من هذيك جهه من حي البياضه، مخترق الجيش والامن الحاره، وحارين البيوت مثل ما انتم شايفين اللي بتصوروا، بتشوفوا حارين البيوت والسيارات وعم يسرقوا. فينا نشوف البيوت المحروقه بس؟ فينا تشوف بس خطوره عليك، فين بتشوفها هلا؟ بعد شوي عن طلاقها. بس اخي ما فينك اكثر من هيك، يعني اكثر من هيك مجال ما فينك تقرب. وقف هذيك. يعني مثل ما شايفين هلا نحن دخني عمال تطلع من البيوت. حسبنا الله ونعم الوكيل. هلا متمركزين مثل ما شايفين هنيك بهذيك البيوت، عمال مين عمال يفوت يجي يحرق هاي البيوت؟ هاي الاصوات هاي اللي عم تطلع، هاي الشبيحه والامن عم يستهدفوا البيوت والسيارات والمنازل، عم يسرقوا ويسرقوا، حاولوا يفتحوا ولا اجوا، ما لهم ملتزمين لا بهدني ولا ملتزمين بشيء. ونحن عناصر جيش حر هون عند امتداد هذا الشارع، مسكرين هاي الجبهه باذن الله تعالى، ما في حد يحسن يخترق منهم، بس نحن ملتزمين بالهدنه، يعني عم نرد رد نحن ورد شيء بسيط. يعني شايف شو بعينك طلاقات، شايف هلا مثل من هون قطع اخي بسرعه، من هون بس صور هون فون، هاي بس يعني غطى مشان اللي بدي اقطع يروح ويجي من على عناصرنا. بس قطع اخي على السريع، شايف اخي قرب معي هون فون، هاي البيوت تفضل طلع كيف مدمار، هاي البيوت تفضل. هاي هون الشباب، هاي كاس الرمل، هاي الشباب هون مرابطين قصف اخي، يعني مثل ما سامعين انه دماصات اطلاق نار. هاي الثاني، هاي مثل ما احنا شايفين كمان معنا احد ضباط الجيش الحر، يعطيك العافيه اخي. الله يعافيك يا رب. كمان بس هيك ممكن الله يعطيك العافيه، اشرح لنا بس الوضع هيك، شو الوضع تمام هون؟ والله حاليا نحن مرابطين على شارع القاهره وملتزمين بخطه كوفي عنان وخطه الامم المتحده، والجيش السوري مثل ما شفتوا هلا عم يحاول يسرق البيوت، عم يحرق البيوت ويحرق المنازل ويستفزنا مشان نخترق الهدنه اللي صارت. طيب وبالنسبه للمراقبين؟ المراقبين لحد الان ولا اي مراقب عم يحاول انه يفوت هالمنطقه هاي، امبارح بالذات بالليل اكثر من 17 قذيف تهاون نزلت علينا هون بالمنطقه. ما شفنا اي حد من المراقبين ولو حكى كلمه او منع هالقذائف تنزل علينا. واجتنا تعليمات من الجيش الحر عدم الرد عليهم. نحن لحد الان ملتزمين ومستنيين نشوف الامم المتحده شو بده يطلع مع قرارات جديده. مهل 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 مهل، ما لنا غير الله بالنهايه. بالنهايه ما لنا غير الله، بالفعل ما لنا غير الله. طيب يا شيخ معاذ، مثل ما انتم شايفين الوضع عندنا هون، انت شباب على الطلاقات ملتزمين بالهدنه، بس ما في اكثر من دفاع، ما له دفاع عن نفس مثل ما انت يعني بتصورها، انه دفاع عن هاي المنطقه ما رجعوا يطحنوها، لانه هاي المنطقه اللي خالص يعني هذا الحي الوحيد بحمص، حيين بحمص بس على معرفتك انت عم تصور، هدول حيين بحمص بس اللي ظلوا فيهم ناس. هلا هذا حي بياضه اخذينه نحن هون بحي الخالدي، بينه وبينه شارع 16 متر. هن بديك جاي عم يحرقوا سيارات، عم يحرقوا البيوت، عم يسرقوا، عم ينهبوا، عم يفظعوا مجازر جوا، في شهداء جوا لحد الان ما صرنا نجيبها. نحن حكينا، نحن حكينا له انه يفوتوا معنا، كنت انت موجود، انه يفوتوا معنا مشان نجيبها. نحن حكينا له نحن عندنا صلاحيات جوا، خلينا نفوت نساعد، بس ساعدونا خلينا نسحبهم. انا ما صلاحيات، صلاحيات الهلال الاحمر، وشفت الهلال الاحمر امبارح لحاله شو صار؟ تصلوا بالهلال الاحمر، الهلال الاحمر ما غدران يساعد حاله. الله يعطيك العافيه يا معاذ، ويجزيك الخير يا رب. اهلا فيكم يا اخي، الله يقويكم يا رب. ومثل ما انا شايف اخي، هاي الجبهات هون وهي احوالنا هون بحمص، يعني حتى لحد هاي اللحظه، لحد هاي اللحظه عندنا خمس احياء مثل ما بتعرفوا انتم كلياتكم، عندنا خمس احياء محتله الجيش الاسدي، وهي بالنسبه لهم سكنه عسكريه، يعني امبارح فات عليهم باص، جاء نازل باص مدني يعني يرجع على كرم الزيتون، فيه سكان من كرم الزيتون، هيك وصلنا خبر نحن انه باص كامل وقف على الستين، وقفوا اربع ساعات وبعدين رجعوهم للاهالي ما خلوهم يفوتوا. هذا اللي وصلنا نحن. اكيد ما نقول هن نازلين من الشام، كانوا ساكنين بالشام. حتى عم يطلبوا تصريح، عم يطلبوا تصريح من المحافظ، من المحافظه، عم يروحوا يجيبوا تصريح ويجي عم يشق التصريح ودعس عليه، واذا الزلمه اللي جاي عم يهين كرامته ويقول له روح. صح صح، روح لعند المحافظ خليه يجي معك. هذا الحكي مضبوط. يعني صار عنصر بالجيش الاسدي يا اخي، او عنصر شبيحه اهم من المحافظ. صح، عنصر شبيحه صار اهم من اي سلطه بالبلد. صح صح، بجوز اهم من بشار، نحن ما بنعرف. هو اهم من بشار لانه هلا عندك مثل ما بتعرف انت ومثل ما بنعرف نحن، عندك هلا مجموعه شبيحه بالزهره، هاي مسؤول عنها مخلوف، هاي ما بيسترجى بشار الاسد يحكي عليه معها كلمه وحده،
تشتغل اللي بدها اياه، واللي بدها اياه بتعمله. نحن باذن الله بنسترجع نحكي معهم ونرد عليهم بالوقت المناسب باذن الله. صح، يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه.